Avant, lorsqu'on cherchait une information, on devait aller en bibliothèque, chercher dans les livres, les encyclopédies, les dictionnaires ou dans des brochures. Suivant l'endroit où vous étiez, vous ne pouviez pas accéder aux mêmes informations. Bref, ça dépendait beaucoup de votre localisation et de votre capacité à vous déplacer. Aujourd'hui, grâce à Internet, chercher des informations va plus vite. Il suffit a priori de taper le mot qu'on cherche et hop, l'information vient à nous facilement. Mais Internet, c'est quoi au juste ? On le compare souvent à une toile d'araignée géante qui relie des milliers d'ordinateurs entre eux à travers la planète entière. Et quand on cherche quelque chose, on reçoit des tonnes d'informations à trier. Chercher sur Internet, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. On se retrouve dans un océan d'informations où on peut se noyer aisément. Sans méthode, on est submergé par les informations. Mais c'est pas tout. La grande évolution avec Internet, c'est que tout le monde peut publier ses propres informations. Donc, lorsque vous faites une recherche, vous pouvez tomber sur vraiment n'importe quoi. Tout dépend de la source. Voilà pourquoi nous allons vous apporter des outils pour faire des recherches efficaces. الوغ كيف ما شفتوا في لا فيديو اللي كنت صيفطتها لكم كنتكلم على انه شحال هادي الا بغينا نقلبوا كنمشيو للمكتبه وكندوزوا على بزاف ديال الكتب وكناخذوا من هذا ومن هذا ومن هذا دابا تبدلت شويه الوقت لا ريشيرش باقا ولكن بواحد الطريقه ثانيه هي لا ريشيرش سيغ انترنت فاش كنقلبوا في الانترنت درتي واحد الكلمه معينه كيخرج لك يعني ملايين من المعلومات وهذا اللي كيخليك خاصك دير واحد لو تري يعني خاصك تغربل وتعزل هادوك لي ريزولطا النتائج ديال البحث ديالك باش تطيح هذاك الشيء اللي بغيتي نتايا بالضبط اليوم ان شاء الله غادي نتعلموا كيفاش كنقلبوا في الانترنت وهي شنو هي الطريقه اللي هي يعني اسرع واسهل وانجع يعني الميثود اللي هي افيك موا d'énergie, moins d'efforts, ok, avec moins de temps et avec un taux élevé d'efficacité. اذا نحاول نتبعوا ان شاء الله لو كور اللي عندنا اليوم او ميم طون كنديروا براتيك في سيغ انترنت Alors, أول حاجة خصنا نعرفوها أنه لانفورماسيون اللي كنقلب عليها أوكي هنايا كنبازيو على أنه الإنسان خاصو يكون عارف ياك عارف بالضبط اشنو باغي يعني حتى هذاك لو تيرم او لا هذاك لو مو اللي كتقلب عليه خاصك تكون انت متاكد منه من جهه ثانيه خاصك تستعمل الكلمات الصحيحة والمناسبة لي مو كوريكت و لي مو لي بون مو لي بون تكنيك حنا غادي نشوفوهم من دابا
وتعرف كيفاش السيليكسيوني، لا سيليكسيون هي العزله اللي كنقولوا حنايا. وغادي نشوفوا لو تري. لو تري هو سيت اون ميثود دو كلاسمون، اما كنديروا تري باغ دات، يعني كلاسمون باغ دات، يعني من القديمه للجديده ولا العكس، او لا كتحدد بالضبط هذيك الحاجة اللي بغيتي نتايا بغيتيها غير في آخر أسبوع، يعني هاد السيمانة هادي، أو لا في هاد الشهر الآخر، أو لا في واحد الشهر معين، أو لا في واحد السنة معينة، يعني كتحدد نتايا بحال هاد المسائل هادي. أوكي، دابا حنايا غالبا كنحلو جوجل ياك وكنقلبو فيه. جوجل شنو كيكون هو؟ سي تا موتور دو ريشيرش، وعندنا بليزيور موتور دو ريشيرش. باقي معكم، قلنا جوجل سي تا موتور دو ريشيرش. اوكي، شنو هي موتور دو ريشيرش؟ محرك البحث بالعربيه. هو واحد طبيعة الحال واحد بلاتفورم، يعني سيت ان سيت ويب بطبيعة الحال، ولكن هذاك السيت ويب هو غير واجهة اللي عندها بلوزيغ ليزون افيك افيك واحد شنو نقول لك، ملايين ولا ملايير ديال لي زوطخ سيت ويب بحال ما هكذا. اوكي، هذوك لي ليزون اوكي فوسط منهم كيكونوا دي بوان، نقدروا نسموهم دي سيرفور او لا سو سون دي سيرفور نيت، اللي كيفلتريو لينا لي زانفورماسيون من جهه. ثانيا كيستعن بدوك لي تاغ، لي تاغز اللي كيديروا الناس، كيستعن بلي موكلي اللي كيديروا عباد الله في لي سيت ويب ديالهم، كيستعن بزاف ديال لي مو كلي لي هادوك لي بروغرامور او لي كونسيبتور ديال هادوك لي سيت كيديرو. فاش نتايا كتقلب على واحد الكلمه او عده كلمات في نفس الوقت، اوكي، هو كيستعن بهادوك لي سيرفر اللي كاينين حداه، وطبيعه الحال كيقلب على هادوك، كيقلب في وسط هادوك لي سيرفر اللي قراب ليه، لانه منطقيا كيقول لك هذا اللي كيقلب على شي حاجه اللي عندها العلاقه بلونتوراج ديالو. هذا الا انت ما حددتيش المكان او للمدينه او للبلد او لهذيك النقطه من الكره الارضيه اللي معنيه بهذاك الشيء اللي كتقلب عليه. صامرش الو، هنا هذا هو كيف ما كان نقولوا هنا بار اكزومبل. هنايا عطينا واحد كيقلب على كيل سون لي زامباك دو ريشوفمون كليماتيك سور نوتر انفيرونمون اي نوتر سونتي، يعني شنو هو التاثير ديال ارتفاع درجه الحراره المناخيه بحال ما هكذا، لو ريشوفمون كليماتيك، على البيئه وعلى الصحه ديالنا. قال لك انت الا بغيتي هاد الجواب ديال هاد السؤال، واش غادي تكتب هاد الشيء كله في جوجل مثلا؟ لا. هنا بار اكزومبل قال لك اودي لا اختاريت هذيك الكلمه اللي بغيتي انت هي ريشوفمون كليماتيك، غادي يعطيك مثلا 654 الف نتيجه، وهذوك النتائج فرقين، دي سيت ويب، دي زيماج، دي فيديو، فهمتي، دي زارتيكل، هي دابا غاديه. هنا بغينا نفكوا هذا المشكل،
باش نتايا كتحاول تفلتري هاد 654 نتيجة، اشنو اللي خاصنا نبوزيو دي كيستيون بحال كي كوا كون او كومون بوركوا. غادي نشوفو هادو كيسموهم لي 3 كي او سي بي. لي 3 كي هما كي كوا كون، او هي او، و سي هي كومون، و بي هي بوركوا. كيسموهم لي 3 كي او سي بي. سي بون، عقلوا على هاد المساله. هادي راه كاينه في في كولتور دونتربرونيا، سوفت سكيلز، كومونيكاسيون فرونسي، في تكنولوجيك. اللي بغيتي هذا سي تان برينسيپ اللي كيخدموا به الناس. الوغ لا ريشيرش، مثلا الا درتي ريشوفمون كليماتيك ان فرانس، كيطلع لك 1,920,000 نتيجه. درتي réchauffement climatique plus France entre parenthèses impact sur environnement et santé et la ligue milliard ou 650,000 réchauffement climatique ou impact environnement et santé en France. دابا راه هنا بلس هي اي، او هي او. فاش كدير او هما بدا كيفلتري ليك مزيان لي ريزلتا. درتي لاكس ديجيلمون كليماتيك اور هي او، هي او امباكت انفيرونمون اند سانتي ان فرانس. هاد اند هي هذيك زائد بلس و، يعني في الماتيماتيك في المات هي بلس هي اي اور هي او ولا سلاش. مهم 966,000 ريزلت. حنا دابا شنو كنبغيو؟ بغينا يعطينا دي ريزلت عندهم علاقه بداك الشيء اللي بغيت انا بالضبط، القراب ليا داك الشيء. درت هنايا ديجيلمون كليماتيك ان فرانس مثلا، اور امباكت ديجيلمون هو العكس ديال ريشوفمون ياك. ان سونتي عطاك ريزلتا هكذا. يعني فاش كنا نحاول انني نزيد او لا كنقص كيتغير ليا النتيجه ديال هذا. نحاول نوقف هنا ونمشيو ندير واحد لا ريشيرش على هذاك الشيء ديال لو دومين ديالنا حنايا ديال لا ريباراسيون اوتوموبيل. نحاول باش نمشيو نافيغاتور ديالنا. نافيغاتور ها هو، فوالا. حال نمشي كيف ما قلنا جوجل، ها هو جوجل. سي بون، فوالا. الو هنا باش انا كيف ما لقيت انا هذا، نحاول انه نديرو شي حاجه لي عندنا علاقه. بار اكزومبل دابا نتوما بغينا باش نزيدو نعقدوها باش نلقاو هذا، بغينا سيدي درس اون فرونسي à la injection essence, à le moteur à essence l'effet d'injection. C'est une date injection. Il y a gars qui attaque bizarre d'elle. Injection essence électronique, motronique, électronique direct, indirect, pression mécanique, mono ou embauche. كيعطيك بزاف. الوغ هنا
فاش كيعطيك هاد لي شوا شنو هو المقصود بهذا الشيء دابا اللي طالع دابا انا يلا داك انجيكسيون او 2 اس لا انجيكسيون ايسونس بوحدها وطلع لي هادش انه علاش لانه كاينين دوطخ جون ناس اخرين من غيرك انت قبل منك بطبيعه الحال اللي داروا لهاد لي ريشيرش جوجل شنو كيدير هو كيجمع لي ريشيرش ديال الناس وكيقول ما كيقول بما انه واحد قلب على هذه ضروري غيقلب عليها واحد اخر يعني كيكون موجه ليك هو هاد لا ريشيرش الا جيتي تشوف من واحد الناحيه راه كيربحك الوقت وهاد ليك هنا انجيكس ايسوس الكترونيك موترونيك الكترونيك ديريكت انديريكت ياك زيد كان واحد كلمه بي دي اف بي دي اف هو الفيشي ماشي وورد ولا باور بوينت ولا اكسل ولا سيتم فيشي بي دي اف انت اصلا بغيتي واحد الدرس اللي فيه فيشي بي دي اف اشنو دابا السؤال اللي كيبقى شنو هو هو شكون في هادو دابا اللي مزيان شكون في هادو اللي مزيان شكون في هادو اللي صالح ليا شكون في هادو اللي درس زوين بزاف شكون في هادو بحال هاد المسائل هكذا مثلا غادي نديرو هذا انجيكسيون ايسونس الكترونيك بي دي اف عطاني هذا ديال داك سميتو لا فاكولتي يمكن ولا ماتي غون ان غون دي كول كاين في نونس ماشي كليك عليها باش يطلع عليا ها هو تيلي شارج ليا هذاك البي دي اف هنا الا جيت حليتو ها هو البي دي اف اللي هما اقترحوه ليا كنجينا كنشوف شحال فيه 18 صفحه بلاتي نحاول باش نبارطاجي معكم البي دي اف اللي تحل الله ها هو هذا هو البي دي اف اللي عطانا سي بون فيه 18 صفحه ها هي هنايا كنشوف انايا هذا البي دي اف ديالي انجيكسيو كذا هنا عطيني دي الشيما الاسماء ديالهم حيت الساعه كنشوف انه واحد الكور اللي هو زوين نعطيني الشيما دو كابلاج نعطيني لي مونطاج اللي كاينين عندي على حسب لا بومب داليمونطاسيون ديال اللي كتجبد ليا ليسونس من ريزيروار كيعطيني الشكل اللي كاينين عندي هنا كنزيد بومب دو غافاج هيا كنشوف انه هذا هيا لي كومبوزون ديال هاديك لا بومب كنشوف هذا لو فيلتر لحد الساعة كنشوف انه هاد الكور زوين بزاف داكشي اللي بغيت نعرف لانجيكسيون ايسونس بطبيعة الحال داكشي اللي هو جديد ماشي شي حاجة اللي هي قديمة هنا كيعطيني لي ديفيرون كابتور هما كل واحد و لي فونكسيون اللي كيدير يعني لونسومبل دي رول ديال كل واحد مزيان نا لي سينيو اوكي الحساب ل لو بوتي بابيون اللي عندي ال جي ترونيك يعني زوين هذا غادي نقريه ليكم هذا مخير يعني الحصه الماجيه ان شاء الله غادي نقريكم لي تانا في هذا نيت براسكم بقاو نديرو فيه تقريبا جوج الحصص ولا حتى ثلاثة مع 18 صفحة ممكنش دوزها كلها في
هذا راه كاين عندي هو خلاص ديجا، والحقوق كيف ما كنقولوا لمسيو ميار هو اللي مصور هادشي. هذا اكزومبل، هذا اكزومبل. نرجعوا لحنايا لا ريشيرش ديالنا مثلا، كيعطيك دوطخو فيديو مثلا نفس هادي انجيكسيون الكترونيك هذا اسونس، كيعطيك دي فيديو ها هو لي فيديو 2018 2016 مثلا. انا بغيت شي حاجه في هاد الشيء، في بغيت انايا ايماج، ما بغيتش انايا بي دي اف، بغيت ايماج مثلا. قدرت بحال ما هكذا، هنا راه كيعطيك واحد لو سيت مثلا، حنايا ندخلو باش نشوفو. هي الانجكسيون الكترونيك كيفاش كيعطي هذا لو كو الدرس، كيفاش داير حتى هو يعطيك اون فيديو مزيان يعني درس فيه هكا. هذا حتى هو مزيان، غير هو هذا كيعطيك لي زافونتاج ديال لانجيكسيون ديريكت، هذا كيعطي لي كلك ديفو هنايا الى انجكت الكونفيرماسيون بطاطا. فوالا سي ني با ان ديفو نو، انما كيعطي كيقول لك اوديها لانجيكتور ها هو مونطي هنايا الفلتاج بطبيعة الحال. هنا هو لو كونيكتور ديالو فين كيركب داك الفيش ديالو ياك، وهاد الخويا هي اللي كيدخل منها لانجيكسيون اللي كيدير هاد لانجيكتور فاش كيلوح ليسونس. ليسونس كيجي من هاد البلاصة هادي بيغ لو سيلندر. وهنا كيف ما كيبان لكم عندنا 4 صباب، جوج ديال لي صباب ديال لادميسيون وجوج ديال ليشابمون. فوالا حتى هذا مزيان، بحال كنقولوا هذا افونسي على هذاك الاخر سي بون. هنا رجع بغيت انايا غير اون فوتو على هادشي، غنجي هنايا هنا عندي تو، هنا كيعطيك لي ريزولطا كلهم سي بون، لي ريزولطا كلهم. هاي شحال راه 6,420,000 نتيجة. انا بغيت فوتو، كنجي هنايا كندير ايماج صافي، بغيت انايا ايماج تكون واضحة بزاف مثلا، بغيت شي ايماج تكون مثلا عندي انايا كلفني الاستاذ قال لي دير واحد لا ريشيرش واحد البحث مثلا، وبغيت شي ايماج اللي تكون واضحه كندير ايماج هنا، كنجي هنايا الاوتي كندير اوتي هنا كيعطيك لي طاي، لا طاي الكولور تيب لا بيريود يعني امتى، وهنايا الحقوق ديال تيلي شارجمون اي موديفيكاسيون. هنايا في لا طاي عطيك توت لي طاي لي زيكون، هما دوك الصغيورين الصور مويان، الصور الكبار هما اللي فيهم لا كاليتي مزيان. ما غادي ندير غون طاي فوالا، يعني كاع هادو اللي مطلعهم ليا هنا كلهم راه طاي كبيره، ولكن خاصني نشوف شكون اللي صالح عليا انا فيهم. وفيه انجيكسيون اسونس مثلا، هنا نقدر ندير بحال ما هكذا،
هادي ما فيهاش كل شيء، احنا غادي نجربو ونشوف هادي كي دايره. عطيني هنايا دي بوان، ولكن ما مسميش لي يعني الاسماء ديالهم كاينين في السيت. ها هو هذا السيت اللي كاين. لا انا بغيت هذاك، بغيت كل شيء يكون في الصوره. كنجي لهادي فوالا، هادي كذا مرقمين وهما الارقام هنايا، هادي مزيانه وحتى لا طايره كتبان لك الصوره كبيره. 1706 بيكسل هنايا في الطول، لا لارجور ولا هوتور يعني العلو ديالها 905 كبيره. هادي مزيانه غتجيني مخير. يعني كندير لها هكا وكندير تيلي شارجي ليماج، وهي غاديه. كاين عاوتاني واحد الشيء ما شفتو، هذا هو اللي غادي نقريكم به. كاين هذا طاي كبيره، وكاين حتى هذا حتى هو كنخدم به، غادي نقريكم به ان شاء الله. حتى هذا في لانجيكسيون، وهو اللي كاين في واحد لا فيديو، واحد تقريبا خمسة ديال لي فيديو كندوي فيهم على هاد الشيما اون غو، كنمشي معاه دقة دقة. هذا مزيان. دابا مثلا انايا ادر هنايا، هنايا بغيتي غير لي فيديو، كيعطيك لي فيديو. بغيتي اخر المستجدات كدير لي زاكتياليتي، لي زاكتيوليتي اللي كنقولوا حنايا الاخبار، يعني هذا لي زاكتيوليتي كدير. اوتي بغيتي مثلا اخر مكان، يعني في اخر 24 ساعه، ها هي بار اكزومبل هاي اليا 14، يعني اقل من 24 ساعه. هذا انجكسيون دي غيت اسانس اوتوموبيل طايدو، هادي كاع اقل كاع من 2 ساعة. يلا يعني كتجبد اخر هادي قل من 14 ساعه. هادو هما اللي جداد، يعني في يعني من البارح لدابا هادو هما اللي جداد. الجديد فيهم هادي، وهادو تقريبا مقادين. يعني ها انت عطاك انجيكسيون اسانس الكترونيك، وهنايا مع ما ما حددناش واش اوتوموبيل واش موتور، داكشي علاش هنايا عطاك هنا. الا زدنا هنايا اوتوموبيل ياك، طار هذاك ديال الموتور، شتي مبقاش، بقاو دابا عندنا غير هادو، يعني هادو جوجهم اوتوموبيل. نحاولوا غير نديرو واحد الطله في وحده فيهم. هادي دابا اس سي داسيا سانديرو كونفور تي سي او 490 نوتخو افي ابخي دو 2000 كيلومتر دو تيست. ورا هادو تيستا، وهاد السانديرو هادي اللي فيها هي انجيكسيون اسانس الكترونيك. بطبيعة الحال نشوفو مثلا هذا، بغي ندي واحد فكرة شنو اللي دار. فوالا، الا بغيتي باش ترجع، الا بغيتي باش ما تضيعش هاد لي ريزولطا اللي يعني كنا بغيتهم يبقاو، كتكليكي بوطون دغوا على هاد لي وكتقول ليه يتحل في ان نوفيل اونغلي. فوالا ها هو كتحل هنا بوحدو، كتبقى لك هاد لاباج ثابته. فوالا كنجي هنايا، كنجي كنشوف شنو برينسيبو فابريكو اناليز دي توندونس اي دي في ابيرسو دي مارشي. طيب فوالا من 2021 هذا شنو لي ديسبوزيتيف دانزيكسيون ديريكت اسونس اوتوموبيل طاي دي مارشي بار كروسونس اوبورتونيتي كوميرسيال توب مانيفاكتور توندونس دو لاندستري رابور دو لا دوموند دو لاندستري اناليز ريجونال اي بريفيزيون مونديال دو سكان 2026. الو هنا كيقول لك اودي هاد الارتيكل هذا، يعني هاد المقال اوكي، كيدوي بشكل عام، كيدوي بشكل عام على على لو كوميرس ديال هادشي ديال لانجيكسيون اسونس ديريكت.
كيفاش غادية التطور ديالها، في انخفاض، في تضاؤل، ولا في تصاعد، في تزايد، ولا في تناقص. وهادو هما اللي كيبقاو، هادشي كامل كيبقى كيدوي ليه. فوالا، حتى التنبؤات حتى هي كاينة، وكيعطيك حتى التحليل كيف ما كنقولوا على حسب كل بلاصة. وبطبيعة الحال هاد الشيء راه في لافرانس، لأنه المشكل اللي كاين ده ماشي مهم، مشكل ومش مشكل، أنه كاين واحد التوجه لفيكول إلكتريك بزاف، السيارات الكهربائية. داكشي علاش هما خاصهم يشوفوا هادشي باش يديروا. هادي ديال سانديرو مثلا، سيتي فيرمي فوالا، كيقول لك اودي للتيست، يعني ابري 2000 كيلومتر شنو عطاتنا هاد ساندرو دي لي ريزولتا. اوكي، ناكدويو عليها. فوالا، نحاولوا نشوفوا دابا دوطخ شوز. هنا اللي عدنا درنا التو لردي في البال، في الاول كان عطينا 6 المليار، فاش زدت اوتوموبيل عطاني هذا. مثلا زدتي، مثلا كيف ما قلنا، بغيتي انت بي دي اف ونقاس عاوتاني بزاف، ولا 556,000، كتبقى كتزيد في ليمو غادي، وكتدقق في هنايا دي باغامتر فيهم لي لونغ. مثلا ريشيرش افونسي بار اكزومبل، نشوفوها باش لي لونغ. انت بغيتي غير اون فرونسي، بغيتي انايا الفرونسي بوحدو، ما يعطينيش شي حاجة اخرى. بغيتي بالعربية غادي يعطيك بالعربية، ها هي بالعربية مثلا. والله ها هما عطاك 753,000 نتيجة، شتي بحال هاد. نخلي اون فرونسي، اوكي نقراو بها. هنايا لي لونغ، هنايا افونسي، حنا كنقولو ريشيرش. فوالا، هنا لي مو لي بغيتي. هنا مثلا بغيتي بالضبط، بار اكزومبل بغيتي بالضبط شي حاجة من هادو تكون مكتوبة كيف ما، يعني تحط كيف ما هي. مثلا هاد انجيكسيون اسونس بغيتها تكون هادي تكون هادو، واخا ما يكونوش في هاد الترتيب معاهم ماشي مشكل، ولكن هاد الكلمة ديال انجيكسيون وكلمة اسونس بغيتها تكون بالترتيب. اولا واحد في هاد لي مو كدير، اولا هنايا كتحيد، ما بغيتيش شي حاجة اخرى تكون. مثلا ما بغيتش يعطيني شي حاجة على لو ديزل كاع، ما بغيتش لي ريزولطا او لو نومبر، ما بغيتش انا يفوت لي انا كاع 100، بغيتو يعطيني غير هذاك سميتو. هنايا لان ديمو سويفون، الى درتي شي كلمه من هادو، يعني غير مثلا درت
ايسونس غيخرج لك اللي فيه هذا الشيء كله، وحتى هذوك اللي فيهم ايسونس. يعني هنا الى الواحد بغى يوسع لا ريغيرش اكثر منها، كيزيد شي حاجه هنايا من هذوك لي مو او لا دوتر مو. هنا قلنا اللغه، هنا قلنا اش من بلاصه، يعني فين بغيتي انت هذا الشيء، فهمتي؟ يعني هنا كتحدد البلد لا دات، يعني في هذا العام الاخر او لا في الشهر الاخر او لا في السيمانه الاخر او لا في 24 ساعه الاخرى. مثلا بغيتي اخر مكان في الدروس، مثلا اخر مكان في الدروس دو بريفيرونس كدير دي مو شهر واحد ما كافيش، يعني صعيب، اللهم دير هذا العام بار اكزومبل. اوكي، هنايا اللي بغيتيه يقلب لك على هذيك الدروس في واحد السيت معين، يقلب في وسط منه، شتي كيولي بحال واحد الانسبكتور، بحال هذاك المفتش خدمتيه انت، عطيتي واحد الخدمه غتقول لي غتقلب لي على هذا الشيء في هذا السيت هذا. يعني راه نعاود حتى تبقى تدخل هذاك السيت وتبقى تقلب وتبقى هذا، بحال دابا هنايا عشان كدير ويكيبيديا طق يقلب لك وسط منه. هنا كتحدد هذاك التقلاب اللي بغيتي تقلب، واش في العناوين او واش في العناوين ديال لي باراغراف او لا في التكست او لا في لادريس او لا في الروابط، فاش بغيتي انت هي بالضبط. سيف سيرش هنا لي ريزولطا، لانه الانترنت هادي فهمتي كل واحد وشنو حاط، كاين اللي حاط شي حاجه لا علاقه غير باش تدخل السيت ديالو، ولكن في لي مو كلي ياك دوك لي تاغز حاط هو هادشي اللي كتقلب عليه انت كتعزل. اوكي، هنايا لي فورما، واش بغيتي بي دي اف، واش بغيتي شي حاجه في ادوب، واش بغيتي الحساب لي لوجيسيال، كاينين دي زيكستنسيون دو فيشي، بغيتي باور بوينت باش تقرب، مثلا بغيتي دير بحث وتجي القسم ودير وين بغيتي انا باور بوينت، مثلا هنا كيعطيك الحقوق، واش عندك الحق بشي حاجه اللي بغيتي نتايا تبدل فيها الطاق ودير فيها السميه ديالك والتولي ديالك انت مثلا. يعني خاصك تشوف لي دغوا ليبغ، هنا كيقول لك لي دغوا ليبغ ديزاج اي دو ديستريبيسيون، يعني الاستعمال والتوزيع مسموح، هنا الاستعمال والتوزيع مسموح، وكذلك التجاره بهذاك الفيشي. هنايا الاستعمال والتوزيع والتغيير، وتغيير كاع هنا الاستعمال والتغيير والتوزيع، يعني لا بيبليكاسيون داكشي، وحتى ديروه بلي اهداف تجاريه، يعني ما غيتابعوكش، فهمتي؟ ده هو كتشوف انت شنو 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 اللي بغيتي دير في هادو. هنا مسموح لك الاستعمال والتغيير والتوزيع والنشر، ولكن ما ديرش من موراهم الربح المالي، دير من موراهم الربح المالي، وكيف ما كنقولوا تحصل، كندوي على السيغ انترنت ولا هذا، عندهم الحق انهم يقاضيوك، يعني يدعيوك، هي دابا غاديه. اوكي، كاين شحال من واحد كيبغي يدير شي حاجه اللي هي ديالو هذا، وكينسى بحال هاد البارتيات. الا ما عندوش هدف تجاري هذه مزيانه، بغى هذاك الشيء كيف ما هو ياك، وما بغى يبدل فيه والو، هادي بغى يبدل، ماشي ما بغى يبدل فيه والو ولكن بغى يتاجر به، هادي بغى يبدل فيه وتاجر به، هادي بار اكزامبل. كلما غادي كتطلع غادي داك الشيء كيقل، مثلا باور بوينت مثلا هادي ريغيرش افونسي ما عطاكش، ما كاينش هذاك الشيء اللي بغيتي، شتي؟ ما كاينش داك الشيء اللي بغينا حنايا، خليتيها مفتوحه هذه.
لا زيرناه زيرناه بزاف دابا، هذا هو اللي درنا زيرناه بزاف، نحاول انه نرخفوا عليه شوية. زدنا زيرناه نحاولوا نرخفوا عليه. مثلا فين قلنا ديك الصوت حلو هادي شو لي لونغ، احنا قلنا غير الفرونسي اللي بغينا احنا. اوكي لي دات نحيدو حنايا دابا لي دات، بلاش بعدا نخليه هنايا العام الاخر. فوالا مازال باقي، إذا نجيو هنايا لي لونغ، بلاتي نخلي لي لونغ بلاتي نردوها في القضية ديال العام. لي دات ما نحكروش في لي دات مثلا، هنا دابا شنو دابا دابا لو سيرفر جوجل شاف انه ديك العمليات اللي كندير حنا جاتو شي حاجه ما هيش، واحد كيدير دي ريغوشيرش وكذا وكيعاود وهذا جاب بحال سته اورديناتور ولا هذا، انا ماشي روبو. هو دابا عطاني باور بوينت، انا بغيت غير لي باور بوينت مثلا، باور بوينت اللي بغيت، ولكن بدا كيعطيني دوطخ شوز، انا بغيت يدوي لي غير على لانجيكسيون. نرجع هنايا ندير ودي بغيت هاد هادي بغيتها تكون، شوف دابا مثلا هذا شوفوه هو تيليشارج عليا هذاك الفيشي باور بوينت، نجي نحلو نشوف كيداير داكشي مثلا. هذا نقراه بلاتي غنحاول باش نبارطاجي معاكم هذاك الفيشي ما كيبانش ليكم نتوما. هو الفيشي اللي عطاني هو هذا دابا اللي قدامكم، هو دابا عطاني هذا بحال هكا. كنشوف تانا الشي اللي عطاني واش مزيان ولا لا، واش صالح ليا نقري بيه ولا لا، مثلا واش صالح ليا ندير به البحث القسم ولا لا. حد الساعة ما بيش ولكن ما زوينش، ما بيش ولكن ما زوينش. إذن نحاول نشوف إلي عندي شي حاجة أخرى حسن، نحاول نرجع لهداك السيت فين كنت نشوف هذا تاني اللي قال لك كابتور اكتياتور ديال هذيك الجامعه اليونيفرسيتي اللي كنا شفناها، هو تيلي شارجه ليا هنايا غنقراه حتى هو. نحاول انني هو دابا عطاني هذا فوالا كابتور اي اكتي اي اكتياتور ولا اكسيونور، راه غادي نشوفوهم ابخي انا وياكم. لي كابتور
إذن هذا كيدو غير على لي كابتور، كيدوش على انجيكسون بحال كنقولوا. هذا مزيان ولكن باقي ما وصلتش ليه. دابا هذا باقي ما وصلتش ليه، مفهوم؟ هذا المهم، هذا كندو دابا اون جينيرال كيفاش كدير لا ريشيرش هاد لي زوتي. ولا عندنا 4 ريزولطا اللي عطاني في شفتو كامل، هاي 4 لحقاش انا حددت ليه بغيت باور بوينت، بغيتش انا شي حاجه اخرى. هذا رابور دو ستاج فيه هذوك لي مول اللي بغيت انا. شوفوا هذا كيدير حتى هو لا فواتور الكتريك، هذا كيدوي على لا فواتور الكتريك. سي بون، هذا الباور بوينت تيلي شارجي لو فيشي، نشوفو حتى هو شنو دابا عطانا، علاش هو عطانا هذيك انجيكسيون اي ايسونس. وهذا نشوفو هاد الباور بوينت مثلا، ها هو سي بون، وعطاني دابا هذا. نشوف انا كيفاش داير هاد الباور بوينت. فوالا كيدوي على لي فيكول الكتريك. باش يدوي على لي فيكول الكتريك خاصو يهضر على التلوث ديال لي فواتور ا انجيكسيون اسونس. فهمتي داكشي علاش هو عنده العلاقه، لانه دوا عليه هو الاول. ان شاء الله حتى هاد لي فواتور الكتريك عندي دوت خوكو. هذا زوين، ما بيش زوين 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 صافا. غير هو فيه قوه لي تيكست بزاف ديال لي تيكست، ما هذا بحال بي دي اف وصافي، ماشي باوربوينت. فوالا سي بون، نحاولوا عاوتاني نرجعوا للسيت ديالنا باش نشوفوا لو ديرنيي باوربوينت اللي عطاه لينا هو. كي تيلي شارج عندي هنايا، نحاول بي بي اس نحاول نحلو حتى هو. اوكي ديابو من هنا، ستين ديابو نحاول كاع ندير هنايا هكا. فوالا ستين ديابو. شوفوا بالضبط شنو علاقتها بالبيسا بيجو سيتروين. مع هو ست بحال رابور دو ستاج. كيفاش ست رابور دايرو شي واحد؟ هو اللي مزيان في لا ريشيرش سيغ انترنيت انه كتكون كتقلب على اكس، وف يعني في الطريق ديالك، يعني لو شومان ديالك فيغ سو اكس مثلا، كتلاقى مع دي شوز بحال هكا، كتلاقى مع شي حوايج ماشي هما اللي كنتي باغي، ولكن كتقول حتى هذا اللي لقيت زوين، كتصدق حتى هي واحد المعلومه زايداك ولا هذا. فهمت بحال دابا هذا زوين، هذا ديال سميتو ديال رابور دو ستاج سو فورم. هذا دابا لا بريزونطاسيون، لا بريزونطاسيون ديال ستاج مثلا، ستاجير دوز عند بيجو سيتروين في لا فرونس، وهذا ودار هاد المسائل هكذا مثلا، كيشرح هذا الحساب لي جورني لي دار. دابا كيقول لك اودي شنو دار. انا مزيان زعما فوالا، هناك لقاو مسيو دافيد بيير، تبارك الله هذا السيد مشهور بزاف. هاد دافيد بيير هو ديسيناتور بروجيكتور، وي هو اللي كيدير لنا لي فورماسيون في هاد الشيء ديال 3D.
Ok, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Voilà, c'est bon. Des choses, les moments, c'est un doc intéressant. Moi, je parle de quoi? PDF, alors que j'ai une PPT qui dit PDF, tac, raquette. تشوف عاوتاني جينيراليتي سور لانجيكسيون اسانس ماكيت بيداغوجيك انجيكسيون اسانس شوفوا هذا لا ماكيت بيداغوجيك هذا السيت عدول فري سيت سيت زوين حتى هو كيكون فيه هذا الشيء ديال هذا سيت اون بانك ديال لي بي دي اف فوالا نشوفو هذا كيعطيك جينيراليتي كيعطيك هذا كاين هذا كاين عندنا هذا الفيشي هذا اوكي كاين عندي موجود كنقريو حتى هو تيلي شارجومون هو هنا مثلا طق راه باين القضيه كلشي باين ورا هو تيلي شارجا نحاول باش نبارطاجي معاكم لو فيشي تيلي شارجي انجيكسيون اسانس فوالا ها هو حتى نكون بحال نقولو بريسكو كومبلي زوين كيبدا من ا0 اوكي من الاول كذا الكاربيراتور فاش كان يقدر الواحد يقرا فيه كيفهم ليستوريك ديال لانجيكسيون كيفاش بدات و سي تانكو يعني تري انتريسون الى غير بازا عليه لو ستاجير تبارك الله راه كيفهم مزيان يعني هذا بريسكو كومبلي مزيان هذا سي بون هذا دابا سي تانكو مخير بالنسبه ليكم نتوما غادي نبارطاجيه معكم ان شاء الله في الجروب باش المهم حنايا غير كنعطيو امثله خلاص هنا دوك لي زونغل ياك ديال لي جي كاين فرق بين هذا كاين فرق بين هذا بين هذا بطبيعة الحال كل ما كان هذاك لونغل دو جي كبير كل ما كان حسن باش كي تخلط ليا ليسونس مع لير مزيان وديروا ليا ان ميلونج اوموجين فوالا مزيان مخاير هذا زوين هو باش كيكون عندك دي كولور حسن بحال داكشي نواغ بلون شويه المهم صافا راه صا معرفتش بعدا راه انتي راه كيعطي شي حوايج لي هما زوينين زعما الصراحة داكشي زوين بريسكو كومبلي الا شي واحد فيكم بغا يدير ليه لامبرسيون ويبقى عندو راه فن زوين واحد يراجع فيه ويقرا فيه يعني كور من داكشي اللهم يسر نحاول نرجعو لاباج ويب ديالنا باش نفيناليزيو كيف ما قلنا المسائل ديالنا من الاول كيف ما فينا هي هذيك الغش البالا الله كنا هنايا هنا تتمة ديال الدرس ديال لا غوشيرش كنظن راه هادشي كله اللي كاين عندنا هنايا راه هو اللي دوينا عليه يعني هادوك لي ديتاي ديال لا غوشيرش اللي كيداروا عقلو نتوما عليهم هادوك لي ديتاي ديال لا غوشيرش فوالا مثلا هذا ونفس نفس لي بارامتر دو غوشيرش وداكشي كاين في لي زوتر موتور دو غوشيرش كلهم انا بليس الا بغيتي في
d'autres choses. بغيتي دي ليفر مثلا، مثلا هكا ليفر راه كيعطيك لي ليفر. حيدو حنايا واحد مثلا غير هكا انجكسيون اسونس اوتوموبيل كيعطيك. فوالا ها هو واحد، الكور هذا 54 باج تقريبا، راه هو هذاك اللي شفنا دابا هو اللي فيه 54 باج، 53 باج، 54 باج تقريبا، راه غادي يكون هو هذاك. هذا فيه 596 باج بار اكزومبل. حنايا غادي نشوفو، ها هو يقدر يكون بالفلوس ولا فابور ما عرفناش. فوالا هنايا كيعطيك لقطات من الكتاب. هذا دابا مسكاني لقطات من الكتاب، قال لك فوالا ها فين تقدر تمشي تقلب على هذاك الكتاب. هنا كيعطيك دوطخ تيتر او لا كتب اخرين اللي قراب لهادشي اللي كتقلب عليه انت بحال هكا. فوالا كتشوف. وبطبيعة الحال راه الكتب الاغلبية راه كيكونوا بالفلوس ماشي فابور. نتمنى انه تكونوا استفدتوا، ولنا اللقاء ان شاء الله في الحصص الحضورية في بداية الاسبوع القادم ان شاء الله. اللهم يسر.